غريب بيه جهود القوات المسلحة بيعرفها القاصي والداني خلال الفترة الماضية تحملت العبء الأكبر في مواجهة الإرهاب ومجابهته خلال العملية الشاملة التي الحمد لله الجميع شهد لها بالنجاح داخليا وخارجيا. تعليقك على ما جرى خلال الفترة الماضية. بفضل الله قوات مسلحة فندم في جهودها في مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها في سيناء خلال السنوات الماضية لا يخفى على أحد وأنا ألمسه جميعا. والحقيقة لم يكن ذلك ممكنا دون استراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة. والحقيقة مجابهة الإرهاب لم يكن عملا أمنيا فقط، وده كان من الدروس المستفادة منذ 2011 وتبعتها. القضاء على الإرهاب كان لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب، وهنا كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن للتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل طبعا المعروف لديكم، وده اللي أدى إلى النتائج اللي حضراتكم لمستوها وتناولتها التقارير الدولية وعلى رأسها تقارير الأمم المتحدة، اللي تطرق طبعا لاستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خلال ثلاث محاور رئيسية: محور أمني ومحور اجتماعي ومحور تنموي. لذلك احنا مستمرين مع كل مؤسسات الدولة في التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، لأن ده الضامن الحقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب. ولازم هنا ما نغفلش أهمية معركة الوعي في المقام الأول لمقاومة التزييف المتعمد للحقائق ونشر الشائعات والأفكار الهدامة. ونخلي بالنا هنا أستاذ نشأت إن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي دي عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة. صحيح صحيح. إحنا بنحارب طبعا فكر متطرف بفكر معتدل وتنمية وحياة كريمة. ومن هنا كان التعامل مع العناصر اللي بتقوم بتسليم نفسها طواعية بعد التأكد طبعا من الجهات القضائية والمختصة إنه غير مطلوب على ذمة قضائية. بنعمل معاه إيه؟ بنعمل معاه إعادة تأهيل نفسي وفكري، ده بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية. عشان كده يا فندم مجابهة الإرهاب دي مجابهة استراتيجية متكاملة تتطلب تضافر الجهود، وده اللي احنا اشتغلنا عليه بفضل الله الفترة الماضية ونجحنا الحمد لله بشكل كبير ولسه مستمرين إن شاء الله.